كابتن شريف، بعض المواقع التواصل الاجتماعي او زي ما بنقول السوشيال ميديا كانوا بيتكلموا ان على بعض الامور او بعض الكلام اللي حضرتك قلته على نادي الزمالك، واللي حضرتك قلت الكلام ده عادي تماما من الصحه. لكن قبل ما نتكلم فيه ونشرح وجهه نظر حضرتك وايه اللي تم فعلا وايه اللي هو اتقال، ايه انا مش فاهمه يعني بالظبط. احنا تعالى كابتن نشوف، وكابتن اسلام الشاطر وكابتن اسامه حسني وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم هم بيباركوا لنادي الزمالك على فوزهم امام فريق جورماهيا في بطوله الكونفدراليه امبارح، ونرجع نعلق. طب تعالى نشوف النهارده كمان لنادي الزمالك. طب تعالى نشوف ونرجع نكمل. تعالى نروح نشوف ونرجع نكمل مع حضرتك. نشوف مع بعض فيها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد التقرير. الحقيقه النهارده برضو نادي الزمالك كان عنده مباراه هامه جدا امام جورماهيا الكيني، وفاز باربعه اهداف مقابل لا شيء، وصعد الى المركز الاول بثمان نقاط طبعا في البطوله الكونفدراليه. طلع في المركز الاول بثمان نقاط، وبترو اتلتيكو النهارده ايضا فاز على نصر حسين داي بهدفين مقابل لا شيء، وصعد للمركز الثاني خلف نادي الزمالك، ثم نصر حسين داي في المركز الثالث بسبع نقاط، وجورماهيا في المركز الرابع والاخير بسته نقاط، لتتعقد ايضا هذه المجموعه بشكل كبير. نادي الزمالك عنده المباراه القادمه امام نصر حسين داي في الجزائر، وبترو اتلتيكو عنده جورماهيا في انغولا، وبالتالي هننتظر برضو في مباراه نادي الزمالك او في البطوله الكونفدراليه. احنا ليه بنتكلم عن نادي الزمالك؟ نادي مصري بيمثل الانديه المصريه في البطوله الكونفدراليه، فبنتكلم عن نادي الزمالك ان هو فاز باربع اهداف. الحقيقه كان اداء رائع، يعني انا شفت شويه من المباراه، ادى اداء رائع في هذه المباراه. طبعا بنبارك نادي الزمالك النهارده ملهاش علاقه على الاداء، ونتمنى له ان شاء الله يستمر في البطوله. ونادي طبعاً مصري دي حاجه ثانيه. بس ايه المشكله يا كابتن شريف بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا مش شايف ايه المشكله، انا مش فاهم. انا مبارك كمان هنا في مقطع من امبارح مبارك لنادي الزمالك، ايه المشكله هم عايزين يعملوها؟ مش فاهم. حدثت بعض الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، كابتن شريف عبد المنعم يعني كان لا يتمنى فوز نادي الزمالك في بطوله افريقيا، والكلام ده تماما عليه. انا لا اتمنى لنادي الزمالك طبعا، وان هو كل مباراه بتمنى لاي فريق بيلعب بره مصر ان هو يتمنى، وانا بتمنى لنادي الزمالك ان هو يكسب الكونفدراليه كلها، وتمنيت معاك دلوقتي ان هم بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا ان انا بقول ان النادي الاهلي يكسب الجزائر ويروح بعد كده يديله معنويات نفسيه عاليه ان هو هيقابل نادي الزمالك بعد كده، وان شاء الله يكسب وينافس نادي الزمالك على بطوله الدوري. هم مش عايزين اقول كده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني يا كابتن طبيعي ان مشجع الاهلاوي يتمنى فوزه على كل الفرق في نفس البطوله، لكن الزمالك ممثل مصر بيلعب في الكونفدراليه، اكيد كلنا وراه، اكيد كلنا بنشجعه. نادي الزمالك نفسه عارف ان انا عمري ما اتكلمت عن نادي الزمالك بهذا الاسلوب. لو في اي حد ممكن يستغل اي حاجه ويمنتج بالظبط، يمنتج طريقه او اسلوب على السوشيال ميديا، انا غير مسؤول عن الكلام ده. وانا مش من اللعيبه اللي هي لا مؤاخذه يعني بتتمنى انها تطلع في التلفزيون ولا حاجه، عايزين سبكه او اي واحد صحفي يتكلم او اي حاجه يتكلم عليا. انا الناس كلها عارفه انا مين، شريف عبد المنعم بيتكلم في ايه، واحنا بعيد خالص. انا اللي عايز يعمل اي فتنه بيننا وبين نادي الزمالك مش هينفع. الجماهير بترد عليه في الدقيقه 22 ودقيقه 74. استاذ منصور عارف شريف عبد المنعم ده مين؟ شريف عبد المنعم ده اللي هيتكلم على نادي الزمالك ولا ايه؟ جماهير نادي الزمالك كلها بتعشقني زي ما جماهير النادي الاهلي بتحبني. انا طول عمري اللعيب اللي عمري ما بقيت اطلع في اي محطات او اي حاجه عشان اتكلم على نادي الزمالك. انا عمري ما اتكلمت على نادي الزمالك بهذا الشكل. امر طبيعي يا كابتن شريف، امر طبيعي ان انا اتكلم، امر طبيعي ان انا اتكلم على النادي بتاعي يا كابتن عمر. صح مظبوط، انا اتكلم على النادي بتاعي واتمنى له الفوز، واتمنى له الفوز في مباراه الاهلي والزمالك، ونادي الزمالك يتمنى جماهيره الفوز على النادي الاهلي في مباراه الزمالك. انا حر ان انا اتكلم على النادي، انما انا هتكلم هيطلعوا يعملوا فرقعه ويعملوا اي حاجه على حاجه هم منتجينها بايديهم في السوشيال ميديا. انا ما قلتش الكلام ده وما ينفعش ان انا اقول الكلام ده، وما زلت بقول لنادي الزمالك كل التوفيق في الكونفدراليه وتكسب ان شاء الله. ايه المشكله؟ انا ايه اللي انا مش من الجمهور اللي بيطلع في الداعية يفضلوا يكلموا بعض على السوشيال ميديا وده يقول له الاهلي خسر والزمالك خسر، واحنا مش احنا ده، لا احنا في وضع مسؤوليه هنا نحاسب على كل شيء احنا بنقوله. انما انت هتركب لي فيديو تقول ان انا قلت وما قلتش، انا ما ينفعش، انا مش ما ينفعش تعمل معايا كده، مش هتنفع تعملها معايا. انما انت بيفرجوني على حاجه بيعيدوها ثلاث مرات كمان، يعني يقول لك ايه؟ لا اصل الاهلي ان شاء الله هيتغلبوا ويطلعوا. يتغلبوا ويطلعوا ايه؟ انت بتجيب كلمه من حته ويحطها في حته ثانيه خالص، والناس فاهمه كويس قوي بتاعت الميديا وفاهمين الشغل. لا انا بقول لكم جمهور نادي الزمالك ان شاء الله تكسبوا الكونفدراليه، هاتوا بقى الناس اللي هي عايز تعمل واقعه بيننا وبينكم. انا مش فاهم يعني انت بتسالني على حاجه ما حصلتش اولا، ان انا اتكلم عن نادي الزمالك، وهاتوا اي حد من نادي الزمالك كلموه عن شريف عبد المنعم ونادي الزمالك.
كابتن احنا اكتر واحد بتمنى له، انا بتمنى للنادي الزمالك اي خير في حاجه طبعا، الا ان لما تيجي تلعبني. لسه بقول لك اتمنى لهم الخير لكن نفوز عليهم. لا مش يوم الماتش بتاعنا مش هينفع اتمنى لك الخير يوم الماتش بتاعي، انما هم والله العظيم ثلاثه ما بتمنى له. كل اصحابي زملكاويه على فكره يعني، وبعد مع اصحاب زملكاويه كتير، وانت عارف احنا كلنا في النادي زملكاويه على الاهلاويه، مش ما فيش ما عندناش يعني الكلام انتوا، بس انتوا هتركبوا يعني جايين على شيف عبد المنعم اللي هو عمره ما دخل في السكه دي او ملوش في السكه دي، او ما ينفعش ابقى ليا في السكه. حتى لما حد بيتكلم عن اتحاد الكوره او اي حاجه وانا قاعد بلمس وبلم الدنيا وبقول لا ما ينفعش. انتوا لما بتبقوا في موقع في اداره او اي حاجه بتتعرض لغطات كتير جدا تاخد فيها قرارات. انا مش من النوع اللي بحاول اتسلق او اعمل اي حاجه او بروح عشان ابان في الميديا انا مش هذا الشخص يعني. انا وجماهير الزمالك بتحبني زي ما جماهير النادي الاهلي بتحبني، وانا راهن على ده. انما اي صحفي بقى اي حد تاني عايز على شيف عبد المنعم، صعب قوي يا اخي. يا اخي انت لما عمرك ما شفت شيف عبد المنعم في حته عمل مشكله او عمل اي حاجه. انا صريح شويه بس لازم اعمل كده، لازم اتكلم بلغه الجماهير. انما انا اجي اتسلق على نادي الزمالك واقول نادي الزمالك يخسر في افريقيا، دي حتى انا تقل مني انا في تاريخي انا كمان. داخلين يا كابتن على بطوله افريقيا، برافو عليك، عايزين يعني الناس تهدى. احنا كلنا رايحين نشجع مصر، وانا لما يجي في ماتش في المنتخب لاعب من نادي الزمالك يجيب جول ما بنقومش نهايص كلنا ونبوس بعض؟ لا طبعا، ما كلنا بنبوس بعض وبنتمنى لكل اللعيبه انها تبقى سلام. احنا لما بنتكلم في حته بيأجلوا المباريات وبيعملوا المباريات وما اعرفش ايه الضغط اللي على اللعيبه دي، ما كل المنتخب مصر في الاخر. احنا مش عشان بس بطوله للنادي الاهلي او بطوله لحاجه ثانيه. انا كنت بقول للحاج عامر حسين لما تطلب تأجيل لنادي الزمالك والنادي الاهلي ريح اللعيبه هنا وريح اللعيبه هنا مش اكتر، مش مسميات حتى كمان يعني. احنا ما بندخلش في الحاجات دي، ما بندخلش في اي لا لينا ان احنا نتكلم حتى في التاجيل، ولا لينا ولا في وضعنا احنا هنا حتى نقدر نقول حاجه زي كده. احنا بنتناقش مع الناس وبنتكلم في الفنيات والتحليل، انما انا حد هيجي يركب لنا فيديو على البتاع بيصطادوا بقى حاجه عايزين يكلموا فيها عمر او يعملوا اي حاجه. مش هنا يا جماعه، مش هنا. لما انا اغلط فعلا في نادي الزمالك وبقى اعمل انت عايزه فيا واطلع اعتذر لك الحقيقه، بس انا ما اغلطتش فيك في نادي الزمالك. انا بتكلم نادي الاهلي وبكررها، امبارح احنا بنتكلم بنقول النادي الاهلي هيلاعب شبيبه الثوره وعندنا نادي الزمالك بعد كده، بنتمنى ان احنا نفسيتنا تبقى عاليه جدا ونكسب شبيبه الثوره عشان لما نقابل نادي الزمالك اللعيبه تبقى فريش وحالتها تقدر تكسب نادي الزمالك ان شاء الله في المباراه الجايه والبطوله تشتعل. ده كل الكلام اللي اتقال حضرتك يعني. انت بقى حضرتك تعرف تمنتج كلمه صحفي يعملها، مونتير يعرف يحط كلمه من هنا لهنا، دي مش انا. ونادي الزمالك يعلم تمام مين هو شبيبه عبد المنعم يعني، ما عنديش كل الصداقات وكل الحاجات من اللاعبين السابقين والحاليين واداراتهم الحقيقه كمان يعني.